السيد رئيس الوزراء المحترم السيد مصطفى الكاظمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن المواطن علي إبراهيم العبيدي صاحب شركة مختصة بمعامل الأكسجين الطبي، هذه المعامل موجودة لدى الحكومة العراقية، تغطي محافظة بغداد أو أكثر. صار أكثر من شهر ونص وأنا أحاول، علما أنا ترى يعني مجهزين ومستلم كل الفلوس، ما عندي أي مستحقات. صار أكثر من شهر ونص أحاول، ما خليت لا الصحة، لا خليت الأزمة، لا النواب، لا خاطبت ما خاطبت بما يكفي، لكن لا حياتي من تنادي. أرجو من سيادتك أن تتدخل بهذا الموضوع، إذا تحب دز علي هذا الملف بيدي. هذا الملف راح يكشف من المقصر ومتقصد أو لا، وهل هذه الأزمة مفتعلة أو لا. كل الأوراق الرسمية والوثائق موجودة عندي. سيد مصطفى الكاظمي، هذا موضوع إنساني، أرجوك أن تتدخل شخصيا بهذا الموضوع. وهاي المعامل أمامكم، هاي المعامل أمامكم متروكة، صارها أكثر فترة طويلة سنين وهي جاهزة للعمل، وأنا مستعد مجانا بدون أي مقابل، مستعد أشغل هاي المعامل خلال 48 ساعة، لكن أريد دعمك بالاستثناءات ودعمك بالروتين، لأن كتابنا وكتابكم ما راح يخلص الموضوع. أنا جزعت من كثر المخاطبات وما قدرت أعبر حلقة واحدة من الروتين، حلقة واحدة ما قدرت أعبر. تحياتي لك سيد مصطفى الكاظمي، وأرجو أن تتدخل بهذا الموضوع حتى تخلص ناس من هذا الموضوع. شكرا لك.